النقطة رقم 2، طب ايه بقى هي خطوات الخلع اللي المفروض الدكتور بيتبعها معاك كمريض عايز يخلع سنانه؟ رقم 1 وده تبع الدكتور، وهو التشخيص والتعقيم. التشخيص لازم الدكتور يكون بيشخصك كويس، يعني يعرف حالتك الصحية كلها، ولازم وانت الدكتور لما بيسألك اي حاجة، سواء عندك ضغط، عندك سكر، عندك اعراض جانبية لأي دواء معين، لازم تقول للدكتور كل حاجة تعتبر عندك، حتى لو انت شايفها تافهة لازم تروح تقول للدكتور عليها. ورقم 2 التعقيم، لازم الادوات بتاعت الدكتور كلها بتكون معقمة. رقم 2 مهم جدا في عملية الخلع ان انت تعمل اشعة اكس راي. الدكتور دايما بيطلب منك ان انت تعمل اكس راي عشان يبدأ يخلع، او عشان يبقى عارف هو هيخلع ازاي، وهيكون الخطوات بتاعته في طرق العلاج هتكون مبنية على اساس ايه. فلازم نعمل اشعة اثناء الخلع، وخصوصا بقى لو انت كنت مثلا مخبوط، او عامل حسة، او في مثلا خبطة جديدة اثرت على اسنانك فعملت لها كسر، او لو كان عندك ضرس عقل فعامل لك وجع فمحتاج تخلعه، فلازم على طول تعمل اكس راي. رقم 3 ودي النقطه اللي الناس كلها بتخاف منها، وهي النقطه اللي بنروح بقى منها من الكلام والفرفشه والاشعه لنقطه الشغل بتاعت الدكتور. وهنا الدكتور بيبدا بقى يديك حقنه البنج. حقنه البنج طبعا عندنا في اسنان بتبقى شكلها مخيف، بس هي تاثيرها بيبقى طبيعي جدا، وهي شكلها بتبقى مخيف، بس هي من بره الله الله، بس يعني من جوه يعلم الله. ما لو الدكتور ايده خفيفه والمريض مش خايف ما بيكونش فيه وجع. وغير كده ان حقنه البنج بتكون مهمه جدا جدا في عمليه الخلع، لان بتخلي العمليه سلسه ومريحه، وما بتحسش باي الم فيها غير بس الم الحركه والم الضغط ان في حد ماسك سنانك بس، لكن غير كده ما بتحسش باي الم. كمان الدكتور بيعمل حركه عشان يقلل الخوف على المريض، ان هو بيحط بنج موضعي عشان ما تحسش بالشكه بتاعه حقنه البنج وبس كده، وهتكون عمليه الخلع ساعتها خفيفه عليك ومريحه على قلبك، ومش تحس باي وجع، وهيكون بدون اي ضغط. النقطة بقى رقم 4، وهنا الدكتور هيبدأ بقى يحدد السنة اللي هيخلعها، ويحدد الأدوات اللي هيشتغل بيها للسنة اللي انت هتخلعها. لكل سنة موجودة في بقك بيكون ليها أدوات معينة للشغل معين، بطريقة خلع معينة. الأسنان بتاعت الصف العلوي بيبقى ليها أدوات معينة، بتاعت اللي هي الفك السفلي بيكون ليها أدوات معينة، الدرس اللي هو بجذر واحد بيبقى ليها طريقة شغل معينة، السنة اللي بتبقى بجذرين بيكون ليها شغل معين. فكل سنة بيكون ليها اختيار أدوات معينة، فبيبدأ الدكتور يحدد السنة اللي هيخلعها بالأدوات اللي هي على اساس السنه دي. ملخص مفيد للادوات، هي بتعتبر ان في حاجتين، حاجه اسمها اليفيتور اللي هي تعتبر الرافعه، وحاجه اسمها فورسبس اللي هي زي الكماشه كده. الاليفيتور باختصار شديد هو بيوسع وبيشيل اللي هي الالياف اللي بتكون ماسكه العظم وماسكه السنه، فساعتها بيكون عمليه الخلع اخف واسهل. والفورسبس دي بنستخدمها عشان نشيل بيها السن. نقطة رقم 5، انت خلاص كده خلعت السنة وكل حاجة تمام، بيبقى في عندك بقى اللي هو خلع بسيط وفي خلع جراحي. الخلع العادي باختصار ان هو محتاجش يستخدم المشرط ان هو يفتح مكان في اللثة، وما استخدمش اي خياطة بعد عملية الخلع. لكن بيكون ساعات في اوقات بنضطر مثلا زي درس العقل ما بنيجي نخلعه ان احنا نستخدم المشرط ونعمل خلع جراحي، والخلع الجراحي ده بنستخدم فيه المشرط عشان نفتح مكان في اللثة فنفتح ويكون المكان اوسع فنعرف نخلع، وبعديها بعد عمليه الخلع بنضطر ان احنا نعمل غرزتين او ثلاثه من الخياطه، وساعتها بيكون ده الفرق ما بين الخلع العادي والخلع الجراحي.